مبروك حبي. يعني من فضل ربنا، ربنا اكرمنا اليوم وحققنا الاهم اللي هو الثلاث نقاط. يعني شفت الشوط الاول، يعني كان طريقه اللعب شوي جديده على اللاعبين وما كانوا منسجمين معها، بس الحمد لله الشوط الثاني تغير طريقه لعب الفريق، وما شاء الله الشباب بالشوط الثاني ما قصروا، والحمد لله ربنا اكرمنا وسجلنا هدف وفزنا الحمد لله. ثلاث نقاط مهمه من فريق الرمثا، نحكي لهم هارد لك، قدموا مباراه كثير قويه، ما شاء الله عليهم فريق الرمثا، بيملكوا عناصر شابه لهم مستقبل، بتمنى من جمهور الرمثا يصبروا عليهم، بقول مبروك لجمهور الفيصل، لجمهورنا الحبيب، الثلاث نقاط، وان شاء الله هاي بدايه المحافظه على اللقب ان شاء الله باذن الله.